شوارع الخرطوم بدت عادية في يوم الإضراب الأول الذي دعا له تجمع نقابات المهنيين وقوى سياسية أخرى معارضة، على الرغم من إعلان عدد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنهم نفذوا بالفعل إضرابا عن العمل. قطاعات النقل والمواصلات وغيرها من قطاعات العمل بالدولة بدت فيها الصورة طبيعية دون تأثير لدعوات الإضراب الذي يبدو تحديا لإجراءات الطوارئ التي يؤكد قادة في المعارضة أنها إجراء باطل وكل ما يترتب عليها باطلا. المادة 27 في الدستور بتاع 2005 بتكفل لهم حق التحرك حق التجمع السلمي والتعبير عن رأيه، ما يعني أن إعلان حالة الطوارئ باطل ويترتب على ذلك بطلان أي تصرفات بموجبه. ووفقا لبيان سابق لتجمع نقابات المهنيين فإنه يخطط لإعلان إضراب عام وعصيان مدني بالبلاد يمهد لانتفاضة شاملة، لكن مراقبين يرون أن تلك الخطوة قد تواجه بصعوبة في الوقت القريب. يصعب جدا أن يقدم على خطوة العصيان الشامل عما قريب، لسبب كما تعلم أن النقابات الحكومية هي المسيطرة على كل المنشآت ومسيطرة على المرافق العامة الأساسية التي يمكن أن تحقق نجاح الإضراب، من ذلك مرافق المياه، مرافق الكهرباء، مرافق الصحة العامة، ومن ثم لا يبدو في الأفق أن هذه الخطوة ستتم عما قريب. وأفرجت السلطات السودانية عن رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير في خطوة قد تقرأ في سياق التمهيد لإطلاق حوار مع المعارضة كثيرا ما تحدث عنه المؤتمر الوطني وأقره البشير في خطاب إعلان الطوارئ قبل نحو 10 أيام. بغض النظر عن مدى الاستجابة لدعوات الإضراب، إلا أن ما حدث يمثل تجربة لتخطيط سياسي للمهنيين وحلفائهم يقولون إنهم سينفذونه مستقبلا. محي الدين جبريل، قناة الغدة، الخرطوم.